علاقة زي ما بنقول معقدة ما بين الراجل والست. هحاول بس ما وعدكوش ان انا هكون في الفقرة دي منصفة. ليه؟ لان النهاردة اليوم العالمي للرجل، مش عارفة هم عايزين ايه. طب الراجل عايز ايه من الست؟ الست هي عارفة عايزة ايه، يعني عايز الراجل يسيبها في حالها، ما نكونش عاوبينا، يعني يسيبونا في حالنا واحنا هنبقى على فكرة تمام. زي ما قلت لكم انا النهاردة هحاول اكون منصفة. معانا بقى وجهتين نظر، معانا رجل ومعانا امرأة، هنشوف الراجل عايز ايه من الست والست عايزه ايه من الراجل. طبعا ليديز فريست، طبعا لازم ارحب بضيفتي العزيزه نورهان ماهر، لايف كوتش. اهلا بيكي يا نورهان. اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو. ومعانا كمان عمرو اسماعيل، لايف كوتش. اهلا بيكي يا استاذ عمرو. اهلا بيك. انا شمرت لك. ايوه. عشان ندخل كده ايه على فقره مش خناقه ان شاء الله باذن الله. اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك يا رب. النهارده اليوم العالمي للرجل. ربنا يخليك. طيب خليني ابدا بنورهان. ليه يا نورهان دايما، انا عارفه طبعا ليه، بس يعني لازم اقول السؤال ده، يعني لازم ليه دايما العلاقه على طول ما بين الرجل والمراه في شد وجذب، علاقه زي ما بنقول كومبلكس كده، معقده، علاقه مش مفهومه هي عايزه ايه؟ ليه بقى؟ الاختلاف الازلي، احنا مختلفين اصلا. ايوه دي احنا حقيقة. ربنا خلقنا مختلفين، طريقه تفكيرنا، جسمنا، هرموناتنا، كل حاجه احنا مختلفين. ففكره ان احنا مش قادرين نتقبل ان احنا مختلفين، فاحنا على طول في مشاكل وعلى طول في مشاكل. انا عايز يبقى شبهي، هو عايزني ابقى شبهه، بس احنا مش شبه بعض يا جماعه. هو مفيش اتنين على فكره، حتى لو اتنين اخوات هم عمرهم ما هيبقوا شبه بعض بالزبط. بس بنحاول ان احنا نقرب من بعض، يعني يبقى في توافق في وجهات النظر. طيب يا استاذ عمرو اتفضلي، ليه دايما الراجل بيقف للست على الواحده مع ان الست بتعدي خيانه، بتعدي ما اعرفش عمل ايه، بتعدي كتير قوي، يعني ست. انتوا بقى كرجاله بتقفوا للست على الواحده. ثواني بس، عشان انت دخلتي على طول في خيانات. ايوه ما هو معروفه يعني. لا فاحنا معروفه يعني. يعني الموضوع انت جريتي على طول على اللي هو ايه، انا ما هو الماكسيمم، انا بروح للماكسيمم على طول. طيب خلينا نتكلم. طيب الحاجات الوحيدة اللي ممكن ما تتعداش، يعني مثلا بعض الحاجات اللي المفروض روتينيه احنا متعودين عليها ان المفروض في حياتنا زي او في علاقاتنا على طول بتتعمل، سواء ما بيني وما بين الام والاولاد او انا والطرف الثاني، تمام، والمفروض ان هي روتينيه جدا، وافاجئ ان انا بتناقش فيها كانها اول مره. زي دي امثله. لا ايوه اختراعي. يعني مثلا يعني انت متجوز بس الاول؟ الحمد لله، وعندي ثلاث اولاد يعني ما شاء الله. ربنا يخليك يا رب. فمثلا على سبيل المثال، انا متعود مثلا ان انا بودي الولاد في تمرين معين، او انا بجيب الولاد من المدرسه في وقت معين، في ايام معينه حسب السكادجول بتاعي انا مسؤول عنهم، تمام. فبلاقي في سؤال، اسئله الكونيه، اللي هو بكره ممكن انت اللي هتجيب الولاد ولا انا؟ طبعا الموضوع بسيط يعني، الموضوع ما فيهوش مشكله، انا اللي متعود اعمل حاجه زي دي. بص ملاك بريء قاعد. لا ده انا بديك الحاجات البسيطه على فكره. انا عايز اقول لكم على كارثه، الحاجات البسيطه دي يعني الاكل مثلا، هناكل ايه بكره، او اتفقنا خلاص هناكل ايه. يعني انا مثلا امبارح جبت الاحتياجات بتاعت البيت في الحاجه زي دي، فالراجل يتفاجئ ان تاني يوم لا والله انا عملت اكس واي زد، حاجه تانية خالص يعني، عملت كشري دي مثلا يعني. جميل، هو جميل خلاص. انا بيبقى رد فعل، ما فيش مشكله انا موافق، نفسها راحت للكشري. رد الفعل الطبيعي انا كراجل ان ده عادي، ما فيش مشكله، انا مش هركز فيه. لا انت المفروض تركز وتاخد بالك ان في تغيير حصل، وتاخد بالك ان دي يعني انا ببقى مغيره لون شعري ومش عارفه عامله ايه. برضه انت بتدخلي حضرتك في ليفل عالي جدا. انا خلينا نتكلم في الحاجات يعني البسيطه. لا ثواني معلش، ثواني، انت بالنسبه لك الاكل وتوصيل الولاد ده روتين، هي بالنسبه لها الكوافير ولون الشعر ده الروتين بتاعنا. دي حاجات، دي اللي انا بتكلم فيها. أيوة. حاجات بسيطه بتسبب مشكلات بتصل للطلاق. اوكي يعني مش هقول خيانات، انا ما وصلتش لسه الليفل ده. علشان كده حتى لما بنقول دايما، لما حد بيقول لي المشكلات ما بين الراجل والست، او الراجل عايز ايه من الست، بقول لها انا هو راجل يعني الراجل اللي عنده مشكله نفسيه، ولا الراجل اللي ستيبل عادي خالص، ولا الراجل اللي هو مرتبط بشخص زي حضرتك ما قلت كده، ما عندوش استعداد اصلا ان هو يعتقد ان الراجل ده له خصوصيته او له اختلاف عنه. طب انا لو جيت سالت حضرتك، بما انك لايف كوتش فبتشوف مشاكل كتير، او بيجي لك رجاله وستات، اكتر المشاكل اللي الستات، مش هبتدي بالرجاله، اكتر المشاكل اللي الستات بتواجهها مع الراجل كانت هي ايه؟ طيب خلينا بقى هنا ايه نعمل وقفه بس، عشان هي معظم الحالات سيدات اللي بتيجي مش رجاله.
على فكره يعني. لا ثواني مش عشان حاجه، عشان الرجاله ما بتتكلمش. لا هو عشان عنده ما بتعترفش وبتتكسف تقول لك انا هروح. بالظبط اللي انتوا عملتوه دلوقتي ده من احد المشاكل اللي بتحصل عندنا ما بين الراجل والست اللي حضرتك عملتوه دلوقتي. ايوه افترضت رد انا لسه ما ردتش. لا بس طب الراجل لا هو طبيعي. لا طبيعي عشان ده المفروض انا ارد يعني. تمام الراجل ما ردش ليه؟ هقول لحضرتك رقم واحد عنده اهتمامات، رقم واحد عنده اهتمامات بتبقى اهم بالذات اهم من بيته واهم من مراته. لا طبعا الاهتمام المادي كده. الاهتمام المادي والمستقبل دول الحاجتين حتى علم النفس اتكلم فيهم دول اكتر اتنين معظم الرجال بتلقائيه بيفكروا فيهم. يا استاذ مراد مش حضرتك لايف كوتش برضه؟ ما بيجيلكيش رجاله؟ لا بيجي نسبة طبعا الرجالة. ايوه دي بيجي. لا اقل بكتير من الستات بس عشان صح. خاطر تاني الراجل ما بيعرفش، ما هي دي من مشاكل ان هو ما بيعرفش يعبر عن نفسه. على فكره هو خلينا عندنا والثقافه مطلعه ان الراجل لازم يجري 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 ده بتاع فلوس. هو ده فعلا ده اللي بيحصل مش واقع. ده واقع يا جماعه زي ما انت قلتي حاجه بس. الثقافه بتاعتنا هو نفسه كرجل انا هروح لايف كوتش ايه يعني ايه اللي هو انا محتاجه اتغير؟ ايه ده انا على فكره روحي انت روحي. نرجع للسؤال الاولاني عشان فتحنا الست اسئله. السؤال الاولاني اللي هو هو الست لما انا شايله عبيه والله شايله ومعاك الست تيجي عايزه ايه؟ عايزه مشكله ايه؟ هنتكلم على المشكلات. في مشكلات اللي هي فيها اختلال في المعايير دي مالناش دعوه بيها خالص. هو الراجل ما بيصرفش، الراجل سايب البيت، الراجل ده دي حاجات مالناش دعوه بيها. خلينا نتكلم بقى الحاجات العاديه يعني اللي احنا بنسميها ايه؟ لازم نتعامل معاها باستراتيجيه ان انت تريح الكاستمر بشكل كبير جدا وتديها طريقه ان هي تتهيأ بيها ازاي تتعامل مع الطرف الثاني، على الرغم ان انا عارف ان الطرف الثاني مش غلطان. مين قال لك ان هو مش غلطان؟ انت قعدت معايا. طب اتكلم. طيب هقول لك ازاي مش غلطان يا جماعه. بيعصبني والله العظيم بيعصبني. لا 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 بقول لك ايه، سيبيه لحد الاخر. انا سايب ماشي. احنا هنسيبه لحد الاخر يخلص كل اللي عنده. حد مثلا على فكره انا بيصرف كويس جدا، مهتم بيا جدا، بالاولاد، بيعمل كل حاجه احنا بنحبها، مهتم قوي بالاعياد والمناسبات العائليه بتاعتنا. بس أنا مش حاساه. ايوه هي فين بقى؟ هي مش حاساه. هي مش يعني ايه مش حاساه؟ هو بطلت تحبه يعني؟ صح انا ثواني أيوة ثواني أيوة عادي. ايوه يعني ايه مش حاساه؟ ادي اول اجابه طبيعيه تجاه المرأة. يعني ايه مش حاساه؟ ده اول سؤال ممكن ممتاز ممتاز. بس ممكن اقول حاجه؟ هقول حاجه. انا بتكلم بقى كامرأة فضل. والله العظيم انا ما ضدك، بالعكس انا عايزاكم تبقوا كويسين وحلوين. كويس. ليه؟ هقول لك ليه. ما انا ممكن جوزي على فكره يجيب لي عربيه احدث موديل، يقعدني في فيلا، كل طلبات البيت مجابه، الولاد في مدارس انترناشونال، انا فين؟ انا فين الطبطبه؟ انا فين ممتاز. يسمعني؟ انا فين ياخدني يخرجني في حاجه لطيفه؟ نسافر انا هو لوحدنا؟ خلينا نتكلم في لا هي الحياه مش كلها فلوس. خلينا نتكلم في بلاش اللي هي احتمالات اللوغاريتمات، لان احنا هندخل في في, في 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 فئات كتير جدا في المجتمع او الكوميونتي اللي احنا عايشين فيه. هنتكلم بصفه عامه، هو الراجل فعليا عايز ايه من الست علشان الست تحس ان هي مستريحه؟ عشان الست ايه؟ تمام. مش الراجل هو اللي مستريح. طيب انا هرجع لك للنقطه دي تاني. بس انا محتاجه ست بميل للجنس بتاعي اعمل ايه؟ مش قادره مش قادره. ادتك فرصه وهي قمر ومحتاجه اسم. هو خد فرصته كفايه يعني. انا كنت بجاوب عليكم مش اكتر يعني. انا ما اقدرش. ماشي ماشي ماشي. انت متجوز وربنا يستر اللي على مراتك لما تتفرج على الحلقه. ماشي اوكي. بص يا نوره بقى، بص يا نورهان، انا برضو زي ما بقول له انت برضو لايف كوتش وبيجي لك ناس رجاله وستات. رجاله وستات مش ستات بس. الرجاله نسبتها اقل طبيعي. بس الرجاله موجودين. الرجاله بيجوا يقولوا لك ايه؟ عايزين ايه؟ ايه الحاجه اللي بتضايقهم من مراتهم، من مراتاتهم، او هو واحد خاطب مثلا، ايه اكتر حاجه بتضايقه من الست؟ مش فاهمين الست. مش فاهم. لا هو مش فاهم اعمل ايه. هو مش فاهم يعمل ايه يعني ايه؟ ما اعرف يعني. مش هقول لك ما اعرفش. لا لا هي فكره تاني. احنا بنحب نتكلم، احنا بنعرف نعبر، احنا بنقول احنا عايزين. هما تقريبا ما بيسمعوش يعني. مش تقريبا، هو او هما بيسمعوا فلتر مختلف، لان هما انتوا معلش هضطر اقول انتوا انتوا لا انتوا لا انتوا التربيه لا التربيه مختلفه. احنا وبالذات عندنا في المجتمع بتاعنا الراجل شغله. فكره يا جماعه والله ده وورلد وايد يعني. أيوة حاجه أيوة عالميه أيوة. يعني ما هو بما اننا بنتكلم عن اليوم العالمي للرجل، على فكره هو من توعيه للرجال ان هم حقهم بالزبط. ان هم يتكلموا، حقهم ان هم يتسمعوا، حقهم ان هم عادي ان هم يغلطوا. على فكره معظم مشاكل، مش بقول كل، بس حلو معظم عادي مشاكل ان هم يغلطوا. عادي ان هم يغلطوا. ايوه عادي احنا بشر على فكره. ايوه انا عارف جدا. ويعترفوا بالغلط بس عشان خلينا مش هيتصلح غير بس خلاص. يا جماعه بس يعني خير الكلام ما قل ودل. اقول لك على حاجه غريبه.
انا عايزكم تتفرجوا على فيديو كده جلسه رجاله مع بعض بس ما فيهاش ستات. ما هو احنا ما هو طبيعي بس جلسه ايه رجال فقط. التعبيرات والكونكشن اللي ما بين الناس الموضوع بيبقى سهل جدا بسيط يعني. على فكره في اسباب كتير، خلينا نتكلم بشكل علمي شويه. في اسباب كتير زي حضرتك ما قلتي ان هي بتحكم الموضوع، داخل فيها حاجه اسمها المعيار المجتمعي، العادات والتقاليد اللي احنا اتربينا عليها والكلام ده كله. ما نقدرش قصدك ان الراجل بيعرف يعبر مع الراجل اللي زيه بس ما بيعرفش يعبر مثلا مع مراته او مع مامته او بلاش كلمه ما بيعرفش، خلينا نتكلم ان في طريقه اخرى للتعامل مع الطرف الاخر، خاصه احنا في فئه كبيره جدا من العقول اللي اتغيرت من المراه نتيجه الانفتاح. خلينا نتكلم بشكل الانفتاح الاجتماعي مش العلمي. في فرق ما بين السوشيال ميديا. احنا السيدات من زمان في مصر متعلمين وفي جامعات وفي كل حاجه، اهالينا كلهم كل الستاف الناس الكبيره دلوقتي في السن واللي توفى الله يرحمهم كلهم كانوا جامعات وكل حاجه وبيخرجوا في المجتمع. خلينا نتكلم بشكل علمي صح، الانفتاح كان اوفر شويه في الناحيه الاجتماعيه والثقافيه، فده خلق خلل. وخدوا بالكم الراجل اللي احنا بنشتكي منه ده الست هي اللي مربياه. ايوه انا معاك. فهنا نقل النولج دي. انا بس نورهان قالت حاجه، الثقافه اللي احنا اتربينا عليها، ما زي ما حضرتك قلت احنا للاسف عندنا اتربينا على حاجات مغلوط فيها للأسف. ده راجل قومي اعملي لاخوكي. لا على فكره يعني ما هو انا وهو حاجه واحده على فكره. ممتاز، بس خدي بال حضرتك ان احنا لو قسنا النهارده يوم العالمي للرجل من احد المعايير المحطوطه في اليونايتد نيشن، لو دخلنا على الويب سايت لليو ان اللي هو محطوط من ضمن المعيار الثالث او الرابع، بيتكلم على ان دور الرجل في المجتمع اصبح مهمش في بعض المجتمعات ويحارب قانونيا. رجعوا الكلام ده ممكن الاعداد يرجعوا ورا. الواقع عندنا هقول لحضرتك ليه احنا ورا قوي. لا ارض الواقع جايين تحت قوي. انا عايزه اروح لك ارض الواقع. خلينا نتكلم. انا بقى عايزه اروح لنورهان في الحته دي، ارض الواقع يا نورهان. يعني ارض احنا يعني ما احنا في كلام علمي كتير قوي بنسمعه بالزبط. لكن احنا في ارض الواقع ايه؟ لو ارض الواقع تعالي حضرتك نتكلم ارض الواقع. في حاله ان انا النهارده هدخل هفحص بنظام الاحصاء القضايا اللي موجوده في مصر في حالات الطلاق والانفصال. لا على فكره انا عايز بس افهمك حاجه، مش عشان النهارده اليوم العالمي للراجل فانت تاخد الفقره لوحدك. اوكي ثانيه واحده معانا في ضيف على فكره. على فكره ده اكبر دليل. لا على فكره قولوا يا جماعه، هو خلاص والله انا بيتكلم كتير. هنمنح الوقت عايزه. ايوه يوم العيد بتاعنا بعد اذن حضرتك. مفيش كحك مفيش بسكوت مفيش اي حاجه في اي تسائل. الكنترول كله رجاله. وعايز يسمع نورهان. نورهان ضلي مايك معاكي. احكي لي بقى عن الست. طيب انت دلوقتي بيجي لك ست زي ما قلت وراجل. انا سالتك عن الرجاله يقول لك مش فاهمين. طب الست اكتر الحاجات اللي هي بتبقى بتقول لك مثلا ده بيعمل وبيعمل، يعني ايه اكتر حاجه اللي لقيتيها مشتركه ما بين السيدات كلها؟ هي عايزه تبقى متشافه ومسموعه. بس صح. وعايزه شويه يعني متشافه ومسموعه وشويه طبطبه. ايوه طبطبه. مالقيناش طبطبه. شويه تقدير واحتواء. أيوة. بسيط. انا موافق. موضوع بسيط. هم الحاجات دي. موافق. يعني موضوع غلبانه عايزه تتشاف وتتسمع. يعني ولا بتقول لك انزل جيب لي ذهب ولا انزل جيب لي الماز ولا حط لي في البنك باسمي ولا جيب لي عربيه ولا اشتري لي هي عايزه ايه؟ عارف لقيت الطبطبه؟ هي نفسها تلاقي الطبطبه.